بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على آخر خلفاء الله في الأرض، الإمام المهدي المنتظر الحق ناصر محمد اليماني، الإمام المصطفى من الله الذي لا يشرك في حكمه أحدا، وهو القائد وقوله الحق. قال تعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. صدق الله العظيم. سوف أجيب على سؤال كثيرا ما يسأله الباحثون في دعوة الإمام المهدي ناصر محمد، حيث يقولون: لماذا خالف اسم الإمام المهدي ناصر محمد ما جاء في الأثر عند الشيعة وأهل السنة والجماعة، حيث أن الشيعة اتفقوا على أن اسم المهدي هو محمد بن حسن العسكري، كما اتفق أهل السنة والجماعة على أن اسم المهدي هو محمد بن عبد الله. وسوف أجيب على هذا السؤال ببرهان ملجم من كتاب الله، من محكم الكتاب وسنة الصحيحة، ومما تعلمته من الإنسان الذي علمه الله البيان الحق للقرآن، صاحب علم البيان الإمام المهدي الحق ناصر محمد اليمني. كلنا يعلم بأن هناك أحاديث عدة صحيحة عن أبي داود وأحمد والترمذي بشأن اسم الإمام المهدي في السنة، ولكن هناك أحاديث لعبد الله بن مسعود نصها كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنقضي الأيام ولا يذهب الدهر حتى يملك رجل من أهل بيتي اسمه يواطئ اسمي. وهناك حديث آخر بنفس السند ونفس اللفظ قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذهب الدنيا ولا تنقضي، أي لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي. ولكن هناك حديث رواه أبو داود وصححه الألباني وجادل ابن تيمية وأقنع الناس أن الزيادة التي كان أدرجت في هذا الحديث هي زيادة متفق عليها. نص الحديث كما جاء عن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني أو من أهل بيتي واطئ اسمه اسمي أو اسم أبيه اسم أبي، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئ ظلما وجورا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الزيادة التي جاءت في هذا الحديث والتي أثبت ابن تيمية أنها متفق عليها، غير أن أهل الأحاديث قد ضعفوا هذا، حيث هناك أسانيد مختلفة لهذه الأحاديث. والسؤال الذي يطرح نفسه: ما علاقة أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان كافرا باسم المهدي المنتظر؟ لقد حذر الرسول صلى الله عليه وسلم أمته من تسمية الإمام المهدي المنتظر بغير اسم المهدي المنتظر، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سماه فقد كفر، أي أنه سوف يكون أول كافر بأمره حين الظهور، نظرا لأنه قد جاء مهدي بغير اسم العقائدي الذي ورثوه عن أبائهم الأولين. ولكنه مهما اختلقوا من أسماء للمهدي لا ينبغي لهم أن يصادفوا اسمه الحق والذي جاء بقدر من الله وهو ناصر، كما أن اسم أبيه محمد جاء أيضا بقدر من الله، وذلك حتى يواطئ اسم محمد رسول الله اسم المهدي الحق في اسم أبيه، وذلك حتى يحمل الاسم الخبر فيكون عنوانا لأمر المهدي وشأنه في العالمين. لذلك لم يقل رسول الله اسمه اسمي، بل قال يواطئ اسمه اسمي. فتعالوا ننظر من كتاب الله ما معنى المواطأة، هل هي التطابق أم التوافق؟ قال الله تعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. صدق الله العظيم. إذن التواطؤ لا تعني البت التطابق، ولكنها تعني التوافق. فلذلك لم يقل الرسول أن اسمه طابق اسمي، بل قال واطأ أي اتفق معه. فاستحال أن يكون اسم الإمام المهدي متطابق مع اسم الرسول محمد، لذا فكل من الشيعة والسنة أخطأ في الاسم، فاستحال أن يكون اسم المهدي محمد بن حسن العسكري أو اسمه محمد بن عبد الله. ولكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، تصديقا لقول الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم. بما أن محمد خاتم الأنبياء والمرسلين ورسالته شاملة للثقلين وهي القرآن العظيم، لذلك لم يبعث الله الإمام المهدي رسولا جديدا برسالة جديدة، بل سيبعثه ناصرا لما جاء به محمد رسول الله. لذا واطأ اسم الرسول الاسم المهدي الرسول، وجاءت الحكمة من حديث الموطأة، فكان اسم الإمام المهدي ناصر محمد، ليحمل الاسم الخبر وراية الأمر.